يقول أنا أعيش، امرأة تعيش في فرنسا، توفي زوجي منذ 3 أسابيع وترك لي ميراثا، والقانون الفرنسي يورث الأبناء والزوجة فقط ويمنع غيرهم، وأبو الزوج يقول إنه يريد حقه في الإرث، ماذا أفعل؟ إحنا عندنا رأي موجود عندنا أن اختلاف الدارين يمنع الميراث، وعلى ذلك فقد لا يكون للأب إذا لم يكن يعيش في فرنسا بل يعيش في القاهرة وهم كانوا في فرنسا، ليس له ميراث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل 3: قتل ورق واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. وزاد أبو حنيفة: اختلاف الدار، يعني اختلاف الدار موجب أو سبب رابع لمنع الإرث. فهذا هو الرأي الذي تسير عليه مصر.